يا رايح وين مسافر تروح تحيا وتولي ترررررم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم في عدد جديد من حصتكم السابعة اف ام على قناتكم قناة السابعة الاولى الكترونيا في الجزائر. اليوم جبتكم واحد سوجي وراني درت لكم واحد البداية، يعني كي شغل لغز ايوا نتوما عارفوا واحدكم هي، ما غاديش نطول عليكم باسكو انا هضره زعما باينه بلي غادي نهضر عليه. رحبوا بهم وصاي. مرحبا بك محمد. الله يسلمك ابراهيم، كيف داير؟ صافا بيان، يعطيكم الصحه على الانفيتاسيون. مرحبا بك دارك. مرحبا بك خيرة. الله يسلمك. مرحبا بك تاني معنا لهنا. الله يسلمك اختي. مرحبا بك. نرحب بك في دارك على كل حال. كيفاش؟ نرحب بك في دارك. نورمال. يعطيكم الصحة على الاستضافة اليوم. الله يسلمك. مرحبا بك تاني. يسلمك تاني. باش نعرفوا المشاهد انه هادو زوج راهم منظمين وينظموا رحلات باش شوية يقلعوا الغمة على هاد البيريودة تاع الكورونا. ها كورونا كورونا. المهم باش يقعدوا لنا شويه هذاك التراك تاع كل يوم ولا روتين تاع اللي رانا عايشين فيها، وكاع داروا لنا واحد المكتب صغير وراهم هذا ويبداو في هذا المشروع تاعهم باش يولوا يديرونا رحلات ويحوسوا بنا عبر التراب الجزائري، وكذلك راهم يعرفوا بالسياحه الجزائريه باش يورونا. راهم دحالين دي باج سور انستغرام سور فيسبوك باش تشوفوا نتوما ثاني بالك تعجبكم هذه الرحله وتروحوا معاهم كاش نهار عليها. هلا ولا شقال وي حاجة أكيد. نيشا حاجة أكيد. هذه هي. مرحبا بهم. نبدأ بك خيرة اليوم. كيفاش جاتكم هذا الفكرة تاع هذا التنظيم؟ والله الفكرة هي من قبل، أنا عندي ميول يعني للسياحة ونحب نسافر، نحب نكتشف بلادي هذه من ناحية، ومن بعد يعني كي أنا خرجت علوم سياسية وي. كي كملت القراية ما كاش خدمة ما كاش، إبا توجهت للفورماسيون جديدة هي السياحة، تخصص وكالة سفر في المعهد الوطني للفندقة والسياحة في بومرداس. التقيت بمحمد يقرأ معايا في نفس الجروب. سما بدأت من الانستيتيو. بدأت يعني هي من هي غير من ثم اللي بدأت الفكرة. هي كانت الفكرة كاينة من قبل، بصح ما كانش عندي الدعم هذاك وما كانش عندي الفريق يعني اللي نقدر نعتمد عليه في الرحلة. سما محمد في كتافك. فوال هذه هي. محمد يقرأ معايا في الجروب وهو كان ديليغيت على كلاس. يعني شفت التعامل تاعو مع الجروب كيفاش يتعامل معاهم كيفاش يهضر معاهم، ويعني عنده مسؤولية هك، وحتى الأستاذ كي خيروك شغل كان فيه يعني صفات أنه واحد يكون ديريكت على كلاس مسؤول. فوالا من هذا الانطلاقة يعني رحنا رحلة كيف كان منظمها أستاذ خاصة بالطلاب تاع المعهد. كي رحنا هدرت معاه قلت له فوالا علاش احنا ما نديروش نكريو الجروب تاعنا ونديو ناس رحلات هكا، بما انه ترك ديليغيت على كلاس يعني عندك كونتاكت مع الناس تاع هنا، انا عندي كونتاكت مع صحاباتي واللي كانوا يقراو معايا من قبل ونبداو. قال خلاص فيها ان شاء الله على ربي. كانت فكره بسيطه جدا بدات من حاجه صغيره يعني الحمد لله. الحمد لله. محمد ما لا تهضر في قانيش ما كتبتش نهضر ليش ما تقوليش بلا كتبت عليا من بعد ولا ها قالتنيش قالت كلشي ريكلو. محمد كي راك تبدا انت نورمالمون باش نعرفوا بيه راه مصور هو وكذلك منظم رحلات، انه المعاينه تاعك تاع باش تبدا هذاك الرحله نتاعك، اسكو تروح تشوفها من قبل باش تعيط للناس ولا تصورها من قبل ولا كيفاش؟ وي بيان سور. ما كاش كاع المناطق تاع الجزائر راهي واسعه وشاسعه. كما قلت لك مع الاول، احنا قبل ما نديرو بروغرام لازم نروح نفيزيتي لا بلاصه هذيك وراح نديه هكذا نفيزيتي انا ندير كالك فوتو باش يعاونني في لا بوبليكاسيون تاعي كي نحطها. اوكي هذه هذا ما كاسما غير دي لا غير جوست ان بيبليسيتي صغيره ومن بعد تروح. ومن ناحيه لا سيكوريتي كيفاش؟ بيان سور لازم تكون لا سيكوريتي، ما راح ما تغمرش بجروب كومبلي. لا في بعض الاحيان نلقاو غابه فايزا نروحو حنا الغابه نقولوا رحنا كاش غابه ولا بصح لا سيكوريتي ماش نهضر من الانسان دي فوا كاين حيوانات ايضا تنجم تهجم عليك. صح نلقاو ديب نلقاو كلاب متشرده نلقاو بزاف عفايس كيما هادو. سما كيفاش لا سيكوريتي؟ اسكو المعاينه راح تكون 100% زعما امنه 100%؟ وي بيان سور من ذاك 200%. هيا بيان سما قلتكم ما تخافوش. والانطلاقه انا نقولوا اورغانيزيتو هذا الشيء، زعما الانطلاقه كيفاش راح تكون؟ الانطلاقه راح تكون من بومرداس. من بومرداس. بومرداس واللي ساكنين في الولايه دي بومرداس احنا نرفدهم من بومرداس. ومن بعد والديبار ومن بعد نطلع لالجي نرفد الجروب اللي عندي في الجي في رويسو وتبدا الرحله. بوان دو روبير رويسو. بوان دو روبير رويسو. يعني يجوا ميم دي زوتر ويلا كتخدموا معاهم ابارامون. اه
تخدموا مع دي زطر نخدموا مع دي زطر ولا ما يجوا عندكم لهنا وبعد يروحوا كاع ولا كاينه نقطه برك لانه كي تكون يعني الوجهه تاعنا تشمل في الطريق ولايتين ولا ثلاثه مثلا رايحين لعين دفله ولا رايحين للمليانه ولا تما رانا ندوزوا على بومرداس الجي هذيك لالين نرفدوا من الطريق نزيدوا نلحقوا بليدا كيف كيف لالين هذيك يعني تاع خميس مليانه فوالا هذيك الطريق اول دخلت عند الفلاكة تما اللي كاين في الطريق كامل نرفدوهم يعني ندير لهم مغامساج من الطريق لي بوين درا ماساج اسم اسم البوين دو ريبير تاع رويسو اللي كنا في الجي اللي كنا في الجي هما اللي يرفدوهم كاع رويسو والاخرين كاع لي زوق تما اللي عندهم دي زوق طويله يرفدوهم لي ولا الاخرين كيما هكا اللي يكونوا قراب لهذيك الوجهه اللي رانا رايحين ليها على الاقل يعني يكونوا قراب لينا شويه باش تساعدهم هما شويه ميم حنا تما اللي كان كاينه ديفياسيون ولا نقدروا نقربوا لهم اكثر ونقربوا لهم اكثر سواء في هذاك الكوتي ولا الكوتي تاع بجايه بويره تيزي دائما هكا يعني الرحله الاولى اللي قمتوا بها باغي نعرفها الرحله الاولى كاع اللي قمت مازالت باقيه في لا ميموار زعما بيان سور نتوما لهذا الاورغانيز دات صافي اون اني ما عندهاش بزاف من وقت الكورونا نجم نقول بون قبل الكورونا بشويه بديناها لو 17 جانفي اول رحله كانت البحيرة الضايف في المدية تامزقيده فوالا هي منطقه شابه ديجا ديجا اسماء انا والله ما نعرفها زعما فوالا يعني هي مع الوقت تبدا تفواياجي وترتاح لها وتشوف الاخر تكتشف بلايص جدد نعم احنا كمنظمين يعني كاين بلايص بزاف تعرفنا عليهم اسماء راكم تروحوا غير بلايص اللي فيهم يعني الراحه واستجمام ولا تروحوا مناطق اثريه لا سيك مش يعني مناطق اثريه يكون عندهم ناس تكون عندهم فكرة. يعني احنا دايما الرحلات تاعنا تكون متنوعة كل مرة نحاول نجيبوا حاجة جديدة مرات نروحوا المناطق الجبلية مرات نروحوا المناطق فيها شلالات مرات نروحوا المناطق فيها بحيرات مرات نروحوا المناطق فيها آثار تاريخ مثلا القصبة تاع دلس مثلا كنيسة تلحيرين يعني دايما نحاولوا أن نديروا فيها تنويع باش ما يعني الجروب تاعنا لأنه صار عندنا تقريبا جروب يتبعنا دايما تقريبا في كل خرجه تلقاه نفس الجروب سما يعني ما يعرفش اسمحي لي على هذه النقطه الجروب يروح هو نفسه ولا ولا كاين اللي يزيدوا يجوم بعد فوالا كاين اللي يزيد كما يزيد العدد تاع الاورغانيزاسيون راح تكبر يعني نشوف كاين هما اللي يزيدوا يجيو كاين اللي يعني عباد ينقصوا عباد واحد اخرين يجيو ماشي نفس العدد نفس العدد دائما ونفس العباد بصح عندنا عدد هك معين يعني تقريبا نفسه دائما يفواياجي معنا حتى المولي قراحته معنا وحده وما متعارف في بيناتهم شغل شكلوا عائله ما عادش رايحين سياحه برك تسمى من يعيطوا بعضهم بعض يعيطوا بعضهم بعض وتلقى واحد يريزيرفي الكامل جماعه انا راني مع فلان وفلان وفلان وانا جايين كامل كيف كيف يعني بيام حتى انه اللي يشوفوا تقارب في المسافه بيناتهم يعني وين يسكنوا له عاد عندهم لقاءات يعني خارج الرحلات يتلاقاو بيناتهم و يعني حاجه مليحه درتوا حاجه وحويجه قال لك عصفورين بحجر واحد شكلوا علاقات يعني صداقه وبيناتهم يعني حاجه مليحه محمد راه غير ساكت زعما ما فهمتش ما فهمتش زعما هيا محمد وكيف زعما كيف هي جايه عندها كوره جاك وتهضر وانت ساكت ومازال يضحك انا زعماني ندير لك في داك الكره كنت راك غير ساكت معليش كيما قلت لك لي بلاص من ذاك نروحوا الغابات من ذاك ليلاك من ذاك مناطق اثريه من ذاك مناطق تاريخيه كيما رحتوا ابارامون رحتوا للصحراء اه رحنا للصحراء رحنا الواد سوف ريفيو لا صورتي كانت الواد سوف ما شاركتنيش الاخت خيره معليش لظروف كان عندها ظروف معليش مي تحشات لك كيما رحتيش اسكو هوتو شويه للسود راه عندكم فكره باش تهودوا للسود لتحت كامل كيما جانيت ولا كيما يعني بعض المناطق الصحراويه جدا ولا الصحراء الكبرى الجزائريه والله عندنا يعني طموح حابين نلحقوا يعني بزاف مناطق حابين نديروا بزاف برامج حابين بصح حاليا الفتره هذه شويه كي جات مع الكورونا هك اللي شويه نديروا في الرحلات تاعنا بتحفظ ماناش حابين نديروا بروغرام بعد الناس ما تجيش ناس مازالت خايفه مازالت ناس مع الكوفروفو شغل حاطين دائما احتمالات تاع نروح وما يعجبنيش الحال تما متخوفين هما الناس وحنا دايرين هذا بعين الاعتبار تاع مازال
دوكا بالك من الربيع ان شاء الله حتى فتره الربيع يعني تكون مليحه في الصحراء. صافي قلنا هذيك هي تجي مع الوقت سواسو. لكن اسكو التنظيم اللي راح يكون عندكم دي كونتاكت مع ناس الصحراء باش تنظموا هاد الرحلات؟ اكيد لانه اصلا لازم مرشدين محليين من المنطقه، لانه اصلا ما تقدرش حتى تكون تعرف البلاصه وزايرها 10 مرات ولا بصح تبقى لك نقائص لازم تكون ملم بها وتكون عن طريق مرشد محلي يعني حاش تكون ملم بكامل التفاصيل. أكيد حتى أكيد. المناطق اللي لازم تزورهم التم ولا الاجراءات اللي لازم تديرهم في التعامل حتى مع الناس ولا في الشراء تاعك العاديه ما تقدرش تتعامل معهم كيما يكون معك مرشد من المنطقه. المنطقه طبعا. لكن في ما يخص تنظيم الاداري يعني كيفاش راكم تتعاملوا مع الاداره ولا تتعاملوا مع من الرخصات الرخصه من عند لابوليس ولا كيفاش تدو رخصة من عند الشرطة ولا ما تدوش؟ لا لا ما كاش رخصة من عند الشرطة. جو الرخصة تجيك من الله الدائرة، من الله الدائرة ولا من الولاية. هذه هي. لكن فهمني غير حاجة دروك، انه اي رحلة تروح لها، تروح اي رحلة نروحوا رحلات باي اكزومبل باش تكون عندك الامان في الطريق ولا سلامة هذوك المسافرين نمو دو تدو رخصه وي لوتوريزاسيون من عند من تدو لوتوريزاسيون تجي من الولايه من الولايه من الولايه ولا من الدائره حسب تسمع على حسب لا ريجيون وين تكون على اسم تدوها من المنطقه اللي تكونوا رايحين لها ولا تدوها من بومرداس تدوها من بومرداس انه بومرداس لا من الجي كيف كيف يعطوا لك لوتوريزاسيون قال لها اني رايح من بلاصه اكس الايغراك هذا واش عندي اوكي فهمتك تسمى اونكا يحبسك في باراج ولا كاش يحوس يحبسك ولا لي بابي وكاع ما تكونش خايف على لي كليون تاعك وما تركبلهمش ستريس تاع لي كليون قال بلي راني كلشي ريغلو اوتوريزي حاجه ما حاجه ما تقلقهم وحاجه ما يتقلقوش فهمتك لكن في هاد البيريود كيما قلتوا نتوما باش قلعتوا في الكورونا صح واو لا لا دروك هاد الكورونا كيفاش كانت عندكم التنظيمات مع الناس متخوفين الناس ما كاش يحب يروح فاسيلمون يقولك لا مام التنظيم راح يكون حتى في عدد الافراد ولا عدد المسافرين راح يكون قليل راح يكون قليل كيفاش نظمتوا الفكره هذه بون مور قبل جوست كي بدات كورونا كنا حبسنا احنا تما لي زاجونس كاع غلقوا بيان سور انت ما تقدرش تخدم وحدك باسكو راح دير دي بروبليم تكري بروبليم كبار بيان سور هكذا جوست مور كي بدا تسرح شويه الحاله بدينا نورغانيزي ومي راك تعرف الاخذ بالاحتياطات اللازمه لي بافات لي الكول الجل الجل عند الدخله نيد يا ربي الجل عند الدخله تاع البوس حاجه باينه وما كيحبسوك في باراج راح يلقى لا ديستونس راح يلقى بلاص بار بلاص وكاع كل شيء يعني الاحتياطات بالاعتبار تاع ما كناش اصلا احنا قادرين ريسكيو بالناس ومن بعد حتى الناس يعني في البدايه كي بدينا عاودنا رجعنا ركرونينا كانوا شويه عندهم تخوف ومن بعد كي جاوا وشافوا بلي الحاله راهي ديجا بلا ديستونس ويعني دايرين الاحتياطات تاعنا كامل بشويه عاودوا ولاو ميم في الفتره اللي احنا بدينا فيها ديجا كانوا لي زاجونس مازال ما رجعوش ولي جروب الاخرين مازال ما عاودوش ركرونا والخدمه شغل ديجا كاين ناس بزاف تقول لك حوسنا على دي زاجونس دايرين رحلات ما لقيناش لقيناكم غير انتم وكانوا عندهم لافيديليتي دي زاجونس ما يخرجوش ابر معاهم فينالمون بعد عاودوا لقيناها يعني حنايا عندنا شغل حظ شويه فرصه باش تستغلوها باش نستغلوها باش نعاودوا نجذبوا ناس جديده اكيد وكانت يعني مليحه نقطه مليحه لنا كيما كان الحال يعني بشويه عاودت تسقمت الحال وعاودوا يجيو معنا للجروب ولا عادي جدا راحوا معاكم ناس على حسب ما كنت نهضر مع محمد في الكوليس انه راحوا معاكم ناس مشهورين في المجال الاعلامي ولا في المجال الموضه ولا حتى في مجال الفن منهم شكون هي ولا انت كنت معنا ميصال جيري خديجه بن حمو وي الممثله فاطمه بالحميسي وخمسه وملكة اللباس التقليدي لاميا ميري اللي نشكروها على جلال يلا هنا مرحبا بكم اكثر بيتو لا فلابي بي سي انا هضرت لاميا لاميا راه على الشيطان لا يعني الحق يعطيها الصحه يعني من بعد رحت معنا في رحله تاع واتسوف اللي انا ما كنتش فيها بيان سور
ومن بعد عاودت رجعت معنا رحله. انا حكيت لي زعما حكيت لي قاعده تفاصيل وعجبتها ليدي تاعكم وعجبتها الفكره تاعكم على هذيك قعدت تقول لي زعما سي انتريسون للرحلات اللي يديروهم ومنها قلت لها ما كاش مشكل قلت لها انا على الرحب والسعب يعطيكم الصحه كامل مرحبا بكم يعطيكم الوغ بما انه راك تقول انه عندكم تنظيم يكون محكم حتى في التعقيم وفي الحمايه والتباعد هذا بما انه هذه الجائحه كورونا راهي فريمون بلعتنا عندناش كاع كي نخرجوا ولا كي نديروا لا غالب الوغ في التنظيمات هذه الرحلات يعني الاسعار كاينك تقول بالوجبه بلا وجبه كيفاش يكون التنظيم الناس هذه يحوسوا يفهموها يحوسوا يعرفوا كيفاش اكيد حاجه باينه اصلا اول حاجه يعني الزبون كي يجي يشوف البروغرام تاعك اول حاجه يروح ليها يروح للسعر يشوف البرنامج واش عندك البلاصه يعني لاك رايح ليها والوجهه تاعك ومن بعد اول حاجه يروح يفيريفي السعر السعر هادو واش راهم دايرين احنا الاسعار تاعنا دائما تكون في المتناول ماذا بينا احنا يعني اغلب الناس ولا يعني ننشر ثقافه السياحه وانطلاقا من الاسعار لانه على بالنا باللي الشريحه يعني الغالبه في المجتمع الجزائري ماهيش يعني طبقه متوسطه لا متوسطه يعني ندير لهم دائما اسعار اللي تساعدهم كامل تساعد طلبه تساعد اللي محدودي الدخل اللي عندهم يعني اسمى كل تيب ولا كل كاتيجوري من هذا النوع من الناس عندهم اسعار طلبه عندنا اسعار الطلبه عندنا اسعار المجموعات اللي تجيو من 4 أشخاص فما فوق وعندنا اسعار للناس يعني يكون واحد ولا واسعار العائلات يعني كاين اسعار عائلات ندير لهم يعني هذيك الاسعار العائلات كي تكون رحله بعيده ولا صح كي تكون رحله قريبه يعني هم يكونوا في جروب 4 عباد ولا ندير لهم سعر تاع جروب تاع أربعة أشخاص جروب حتى الاسعار يعني دائما تكون في المتناول يعني احنا نخنوا باسعار حتى فيه الوجبه الوجبة احنا يعني نديروها حاجة إضافة من عندنا لأنه أغلب الوجبات ما أغلب الرحلات يعني دي يديروهم ليزاجونس ولا ما فيهمش وجبات ومن بعد نطيحوا في بروبليم تاع تضيع وقت نحبسوا بيهم في نص طريق يشري ومن بعد ويشري وجبة باردة فرماج اي حتى الوجبات تكون ساخنة عندكم احنا نديروا دائما شوا بيكنيك هكا في الطبيعة وجبات ساخنة يعني لقيناها باللي ثاني حاجة زيادة لنا يعني كنقطة إيجابية في صالحنا أنه نزيد نستقطب بها الناس أكثر وأكثر يعني الفايدة تاعنا تكون حاجة قليلة ما بصح مش نخدمه للدرك رانا نحوسه من بعد حابين نلحقوا النقطة أنه من بعد كي يكون عندنا مكتب يعني وحاجة كبيرة عندنا اللي كليونتي وعنا عندنا اللي الناس اللي دايما تبعنا عندنا الناس اللي تمشي معنا ويعرفونا ديجا ويعرفوا خدمة تاعنا من قبل ويعرفوا فوالا مليحة تسمى محمد تما تهدرش نقعد انا نهدر معاه غير هي تسمى تما تهدرش تسمى نقعد نشوف فيك انا هكا نقعد نشوف بعضنا بعض وصاي كيما هكا ها هو نهار الشيطان نهدر شويه عرفنا بهذا الحس اللي انت راك تقوم به انت راك كمصور هذا المصور انه كي يشوفوا المصورين راح يقول لك واحد ليماج اللي هي معبره جدا تشوقك في هذيك المنطقه فهمتني كيفاش انت كمصور نهضروا معك كمصور اسكو المعاينه تاعك من تروح تصور ديك البلاصه سابرون دي طون تدي لك الوقت ولا تدي بيان سور تدي لك بزاف يعني الاورغانيزاسيون بلوتو تطول شويه في هي دايره في حسابك 15 جور افون البروغرام بروغرام تما دي كل بروغرام كل سورتي لازم تكون قبل خطره وين بيت روحه كما هذه المره يعني رانا ان شاء الله نديروا تاع شلالات تيزين بربر في ولايه بجايه بولايتي بجايه بجايه تيزين بربر سي نورمالمون تيزي وزو نو لا هي جايه ما في المنطقه ما بين بجايه وتيزي وزو بصح تبع البجايه تبع البجايه تبع البجايه انا كان على بالي بلي تبع تيزي وزو لا تبع البجايه لانه ما عندهم مناطق بزاف مشتركه لا ماشي لو تيزي بربر انا هضرت عليها مره مع الله يذكرها بخير سهيله كانت معايا واحد الكرونيكوز اللي كانت كل مره تجيب لي منطقه سياحيه وكانت تعرف لي بهذيك المنطقه تجي تقول لي باغ اكزومبل هذيك البلاصه وين جايه وين جايه على حسب ماني عاقل انا على حسب ماني عاقل ما مورت اي صايب دات شيخ الو هذيك البلاصه قالت لي في تيزي وهي منطقه نائيه جوغ هذو بداو يخدموا لها في الطريق وبداو يخدموا لها في مي منطقه شابه بزاف حتى المنطقه تاع وين جايين الشلالات هذو خادمين لها دروج هكا وبالحطب هذو بداو يخدموا فيها فوالا كاين حاجات يعني مليحه حاجه جديده تيزن بربر
تيجي بربر هضرنا ثاني على قصبه دلس اللي اقدم قصبه وراكم رحتوا لها نورمالمون نتوما رحنا لها ديجا ويعني حنعاودوا نبروغراميوها ان شاء الله باسكو ديجا كاين ناس بزاف دومونداتها دومونداتها بيان سور لانه حتى قصبه دلس كاين واحد المنطقه ايضا في في المديه في منطقه الخضاريه ابارامون كاين اثار يعني هذوك الاثار حضاره فوق حضاره فهمتيني يعني من العهد الفينيقي وهما جايين فينيقيين فاتوا عليها رومان فاتوا عليها الوندال فاتوا عليها كل حضاره حتى الحضارات الاسلاميه ومرت في هذيك البلاصه هذيك يعني تشوفي قصور في غابه في غابه لان الان احنا حمايه التراث راه كاين حمايه التراث الان لكن تعريف والمنطقه فوالا تعريف بهذه المنطقه ما كانش لكن لكن هذه المنطقه اللي تروحوا يكون واحدين دي سكوت باش يروحوا لها اللي يكون ناس تاع ساكادو دي جون ما يقدروش يروحوا لها عائلات ولا بور بيكنيك ولا لانه المنطقه اللي تشوفها بعينك اللي قلك تفيزيتيها واعره شويه واعره الناس هذه المنطقه شابه بزاف انه ما نعرف اسكو راهي عندكم معلومه عليها ولا لا يعني حاليا ما عندناش معلومه عليها لانه اصلا ولايه المديه فيها بزاف مناطق, مناطق أثرية, اثريه سياحيه كما قلعه كاينه قلعه في المديه يعني في جايه تبع البلديه شلت العذاورة في الخرجه تاع المديه يعني قلعة مشهورة وعندها تاريخ وعندها قديمة. لكن أنا وحدة يعني بنت المدية وبنت شلة العذاورة ما نعرفهاش نجوز عليها طريق برك لدرجة أنه كي سقسيت وشنو هاد الحجار هادو قالوا لي هذه كانت قلعة في وقت ومسيجينها بصح مقفلة يعني ما كانش لا ناس تزورها ولا ناس تعرف بها أصلا أصلا أنه ما كانش أنه هاد المناطق ما زال الجزائر راهي قارة صح لكن المناطق السياحية اللي فيها ولا المناطق الاثريه لانه السياحه راهي بارتو حتى في البحر وفي الجبل نجمو نديرو سياحه لكن المناطق الاثريه اللي عندنا في الجزائر انه شاسعه تلقايها كبيره وكان حتى يسيجوها ما يقدروش يعينوا الداخل يقلق معاينات تكون مع مرشدين سياحيين يعرفوا المنطقه مليح يعرفوا تاريخ المنطقه هذيك لانه هذا اللي راح ماذا بينا يكون يتطور هاك كنتم نتوما ايضا بما انكم راكم تنظموا هذه الرحلات تحاولوا تكونوا بعض بعض كيما حنا نقولوا مرشدين سياحيين ولا متكونين في هالمجال من الشباب اللي يقدروا منهم تكون عندهم عمل ويكون عندهم دخل ومنها اللي يعني يخدم واش قرا هو صح فهمتيني هذه اضافه يمكن لو كان تزيدوها نتوما راح تكون اضافه لكم واضافه للمسافر اللي يكون معكم بطبيعه الحال معلومات كبيره لانه اصلا المناطق السياحيه الاثريه خاصه واللي عندها تاريخ الناس دائما تحب كي تزورها يعني تعرف التاريخ تاعها مثلا كي زرنا الكنيسه تاع تبحرين ولايه المديه مديه يعني كانت يعني إنسانة تم تخدم هي تم داخل الكنيسة تبع الكنيسة أكيد. هي اللي قامت يعني بأنها تشرح لنا وتحكينا في حكاية الكنيسة وحكاية الرهبان السبعة اللي اغتالوهم في فترة العشرية السوداء وكيفاش وبعد تورينا الأدوات اللي كانوا يخدموا بيهم كان طبيب نجار فلاح معلم يعني وتورينا وتحكينا شغل الناس حبوا هذيك الفكرة أنه كاين واحد يحكي لهم يعني يوري لهم كاين أدوات إحنا ما نعرفوهمش ماهوش من العصر تاعنا من الوقت تاعهم أدوات يعني حاجات يدوية توري لهم هذه كذا هذه كذا وتسمي لهم فيها ومنها يعني كانت المقبرة تاعهم تم توري لهم المقبرة وتحكي لهم يعني الحكاية تاعهم من البداية حاجة مليحة يعني أثارت الفضول اللي عندهم حبوا يعرفوا ديجا كانوا ما يعرفوش على بالهم بلي كاينة كنيسة بصح حكاية الكنيسة ولا حكاية الرهبان ما كانوش عارفينها ما كانش يعرفوها هذه هي يعني كي يكون كاين إنسان متخصص في هذا المجال خاصة في تاريخ المنطقة هذيك تكون حاجة علاش أنا يقول لك أنه لازم مرشد سياحي في أي رحلة يكون عندك مرشد سياحي تمر على منطقة بالحافلة راكم تمشوا مع الجروب نتاعكم ولا هذاك التنظيم راكم تمشوا تفوتوا على منطقة أثرية لازم يكون هذه حتى نشوفوها في بعض البلدان الأوروبية ولا البلدان المجاورة لينا احنا اللي من يقوموا برحلات للسياح سواء أجانب ولا جزائريين ولا ما يعرفوش المنطقة لأنه كما قلت لك الجزائر كبيرة كون نروحوا لسوق هراس باش ندخل التلمسان اللي قلي وقت صح اللي قلي وقت كبير انه بالك ندير من البلاد واحد اخرى ندي مسافه قصيره ووقت قصير باش نوصل لمنطقه المنطقه الحدوديه نتاعنا اكيد هذيك المناطق انه باش يجي هو ما يعرفش منطقه الغرب ولا هذاك تاع الغرب ما يعرفش منطقه الشرق
كيف هذاك لورغانيزاسيون كي تجيب انت مرشد سياحي تاع المنطقه راح يعرفوا راح يزيدوا بلوس. انت الخطره الجايه من تبغي ديري رحله في منطقه اخرى لازم يكون عندك مرشد سياحي. اكيد المرشد السياحي هو اللي راح يزيد لهذيك الرحله يزيد لها ان بوين دو بلوس كما حنا نقولوا حاجه جديده ولا حاجه زياده انه راح يدي معلومات يمد لك لافونتي باش ديكوفري هذيك البلاصه ولا يروح يدير بيكنيك صغيره ويجي نو سي راح يزيد معلومات راح يزيد لروحو معلومات اضافيه. هذا واش نعتمدوا حنا يعني كاين مناطق حتى نكتشفوها ولا نروحو نزوروها كل ما نعرفوهاش مثلا كيما زرنا الشلالات تاع زونداي تاع المديه استعنا بواحد يعني مرشد محلي من المنطقه يعرف المنطقه مليح يعرف واش فيها واش ما فيهاش يعرف يعني الخرجات تاعها يعني حتى انه لو واحد يتخلف لك على الجروب ولا يدير روتار ولا ما تلقاهش ولا حاجه تقدر تلقى عندك شكون اللي هو يعرف البلاصه بيان مثلا قاعد يوصي فيهم ما تمشوش منا امشوا منا هذه الطريقه هذه البلاصه ماشي مليحه هذا التراب يزلق هذا الحشيش ما تشدوش فيه حتى الحشيش قاعد يقول لهم بلي هذا يحرق في اليد وهذا كذا يعني يعرف المنطقه لانه ملم بتفاصيل المنطقه اي اكيد على هذه يعني احنا هذه في المناطق القريبه فقط فما بالك منطقه تكون بعيده ولا منطقه تكون يعني زاخرة بالمواد الأثرية وال. محمد أنت تعيط لهم المرشدين ولا يجي وحدهم هاد المرشدين ولا كيف؟ كاين لي بروبوزي كاين اللي نعرفوهم نعيط لهم. كي يتعرفوهم بعيطهم. لا مي لا بليبار يبروبوزيو لنا في لاباج قال كي يشوف البروغرام يعيط لي إلا خصك قيد ولا هكذا. إلا كان عندي قيد. هاو عندي لا ما كاش عندي نقول له خاصني قيد. حتى ويكون يكون كاين قيد ما تستعينوش بقيد واحد آخر إنه يمكن. يمكن مشي هذاك القيد ما يجيش مي ينجم بالك هو يزيد اضافات للاخرى لهذيك الرحله جو سي با شوف انتوما كيفاش تخدموا هذه اللي حوسك كيما نقول لك كيما قلت لك القيد دوك انا القيد تاعنا هكذا نهضر معاه قال لي البلاصه هذه يعرفها مليح ثم ما يشقاش نزيد نشقي واحد اخر هكذا الا قال لي يا ودي نعرف غير شويه ثم نزيد ثم نقدر ندير دو قيد هكذا دو قيد وجوز لا سورتي بيان نورمال رحله تكون مشاهدينا الكرام نروحوا واحد الفاصل قصير ونعاودوا نولوا لكم